أهلا بكم إلى جولة صحفية جديدة مع أبرز العناوين والمنشطات ومقالات الرأي التي جاءت بالصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة لهذا اليوم. نبدأ محليا بجريدة الأخبار والتي أولت اهتماما خاصا باستضافة مصر لمؤتمر دول جوار ليبيا، ونقرأ منها: توافق على المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، والمبادرة تشمل وقف إطلاق النار ونزع سلاح الميليشيات. الهدف من المبادرة وقف العمليات المسلحة التي تؤدي لزعزعة استقرار المنطقة. ومن الصفحة الأولى للشروق نقرأ: مصر وإثيوبيا تحاولان تحريك مياه المفاوضات الراكدة في لقاء الخرطوم واستئناف مفاوضات سد النهضة بعد توقف 8 أشهر. مصر تؤكد استحالة الاستغناء عن قطرة من مياه النيل، ووزير الري الإثيوبي ينتقد دور الإعلام في تأجيج الأزمة. أما جريدة الوطن انفردت بحوار خاص مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قال فيه: لن نتراجع عن تطهير وسط البلد من الفوضى والعشوائية، ولن يقلقنا داعش، وأمن مصر وعد إلهي. السيسي يتابع ملف الأمن على مدار الساعة ويدعو المواطنين إلى الثقة في الأجهزة الأمنية. تنظيم الإخوان في النزع الأخير وكل الأوضاع تحت السيطرة، مستعدون لتأمين المدارس ولم ندرس عودة الحرس الجامعي. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الجولة، إلى اللقاء.